السلام، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو درتها باش نخلي الراي العام على اطلاع اشنو وقع، واخا انا قررت من شحال هادي انني ما نبقاش نجاوب بعض المجرمين وبعض الخونه وبعض سارقي اموال الشعب المغربي ولا بعض الناس اللي مسخرينهم هاد الاشخاص. من اليوم اضطررت انني ندير هذا الفيديو لان ما وقع البارحه شيء خطير ويجب علي فضحه. قبل ما ندخل في الموضوع، ينبغي فقط الاشاره باللي التهديد، التشهير، السب، القذف وجميع انواع الجرائم التي ترتكب في حقي وعائلتي باقي، هادشي باقي يوميا عبر الجرائد، عبر بعض المحامين ديال الدوله، عبر بعض الجمعيات، عبر بعض الاشخاص المسخرين عبر انترنت، سواء كيسكنوا في المغرب سواء كيسكنوا في بلدان خارج المغرب. كما قلت لكم، انا قررت انني ندخل في الاجراءات القانونيه ولا داعي لانني اشك فنجي نجاوبوا منها في يوتيوب. دايره القناه ديال يوتيوب باش نعطي الراي ديالي على بعض الاحداث اللي تتوقع في المغرب ولا نشر معكم المعلومه الى اخره. قناتي ليست للكلاشات ولا الادعاءات ولا المدابزات مع بعض الاشخاص، خصوصا لكانوا هاد الاشخاص مجرمين. هذه اسابيع كنت نشرت عبر صفحتي سواء في الفيسبوك ولا في تويتر ولا هنا في يوتيوب، كنت نشرت واحد البوست وقلت لكم راه كاين واحد الحدث تاريخي الذي ساعلن عليه، وكنت حطيت الصوره ديال عبد اللطيف الحموشي ولا المنصوري وقلت لكم باللي كاين هذا الحدث وبزاف ديال الناس كيتسناو في هذا الحدث. بغيت نقول لكم باللي هذا الحدث غادي ننشروا عما قريب، كنتسنى فقط جريده عالميه انها تنشر هذا الحدث، وغادي تنشر تقريبا في الايام القليله المقبله، ومن بعد غادي نبارطاجي معكم الحدث بالتفاصيل ديالو هنا عبر اليوتيوب. جدا الخبر ديال اليوم ولا الحدث ديال اليوم واللي اضطريت انني ندير عليه هذا الفيديو باش نخليكم على اطلاع، البارح توصلت او الاول البارح توصلت بواحد الفيديو ديال احد الاشخاص وبوجه مكشوف بالاسم ديالو بالكنيه ديالو، داير واحد الفيديو ويتوعدني ويتحداني انه سيقوم بذبحي من الوريد الى الوريد، وانه كما تيقولوا بالمغربيه غادي يغيز ليا والله تيشرشمني الى اخره والله تيذبحني، يتوعدني بهذا الاشياء. هذا الشخص كيدعي انه من المحامين ولا من المدافعين على السيد عبد اللطيف الحموشي ولا للملك محمد السادس، وانه يفعل هذا الشيء بحال في داعش ولا دوك الارهابيين فاش كيصوروا دي فيديو وتيقولوا راه غادي نقوموا بهجمه هنا ولا غادي نذبحوا هذا الشخص وهذا الشيء، وكيديروه باسم داعش ولا كيديروه باسم كما كيسميوهما الدوله الاسلاميه، ولا كيديروه باسم انهم يحافظوا على داعش ولا الاسم ديال داعش. هذا الشخص دار واحد الفيديو يدعي انه كيدافع على الحموشي ولا كيدافع على الملك محمد السادس، وانه سيقوم بذبحي من الوريد الى الوريد وفي قريب العاجل الى اخره. نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجعوا. يعني معكم المؤبد الكلب، والله ينصر سيدنا والله يخلي لنا مليكنا، والسي الحموشي قد بينا، السي الحموشي قد بينا. اسمع هذيك دنيا فيلالي ودنيا فيلالي وبت الملقطه وبت العاهره، اتحداك هبط على زمور وقول هذا الكلام، هبط لمدينه ازمور وقول هذا الكلام. الله يعطيني مع امك تشرشين، الله يعطيني مع امك تشرشين، الا ما ندوز على امك من العنق للعنق خلي الضحك، نسمعك تقولي بحال هذا الكلام قدامي نغيز لامك. الله ينصر سيدنا وملكنا واحد محمد السادس، والله ينصر الاسره العلويه كامله. شو اللي كتقولوا الملك كيدير كيفعل الملك مرايد تسوقك. دونك كما شفتوا في هذا الفيديو، كما قلت لكم هذا الفيديو فكرتني في الفيديو اللي كيديروا داك الارهابيين ولا اللي كيديروا داعش، غير الفرق ما بين الفيديو اللي كيديروا داعش وهذا الشخص. داعش فاش كيديروا دي فيديو تيغطيو وجههم، هذا الشخص دار بوجه مكشوف وعطى المكان ديالو يتحداني الى اخره، ومازال هذا الشخص كيدير دي فيديو تيقول راه غوغاردي راه انا شوي ليبغ ولا راه انا هنا وانا هنا وانا حر وانا كندير هذا الشيء فقط للدفاع على السيد الحموشي الى اخره. كذلك الفيديو قمت بمشاركتها عبر الفيسبوك وقمت بمشاركتها عبر تويتر، وبزاف ديال الناس تكلموا عليها، وحتى شي حاجه حتى شي حاجه اللي غدا تبدل، وانا ما كنتسنى حتى شي حاجه انها تبدل من هاد الدوله، فقط النيابه العامه غدا تحرك الا كان شي واحد كتب على سليمان ريسون. انا ما غاديش نلوم هاد الشخص ولا نلوم الاشخاص، الناس اللي كيديروا دي فيديو عليا في انترنت فقط كيحطوا الصوره ديالي وكيديروا عليا الحلم اللايف
الالافات بالساعات، ولا الناس اللي كل نهار كيكتبوا عليا في مواقع التواصل ولا الجرائد الى اخره، هادو فقط مسخرين ولا كما تنقولوا جنود ولا دي سولدا اللي تيخدموا هاد الاشخاص اللي هما عندهم مشكل معايا انا، فقط لانني مارست حريه التعبير ولا علقت على بعض الاراء ولا الاراء، ولا فقط عطيت الخبر كما هو موجود ولا كما هو كاين، اضطروا انهم هادي فقط واحد الوسيله انهم يديروا اتهامات باطله، يقولك انا معاديه للساميه، انا تنبيع الدمى الجنسيه، انا الى اخره، انا الى اخره. كاينين بعض الاشخاص اللي يصفونني بالجنسيه والسكسين كل يوم، هاد الاشخاص وهذا الشيء انا اضطريت انني ندخل معاهم لا فوا ولا الطريق ديال لا جوستيس ولا ديال العداله، ما غاديش نبقى نجاوب هذا الشيء، كان عندهم شي دليل ولا شي حاجه غادي يحطوا وسط العداله. هذا الشيء للاشخاص كذلك اللي كانوا واللي هاجموا في الشقة ديالي انا وزوجي في شنزان، جاو حتى الشقة ديالي انا وزوجي في شنزان، وهاد الاشخاص مرسلين من طرف وعندهم علاقة مع بعض المسؤولين في الدولة المغربية، وهادشي غادي يخرج به فيديو قريب واللي غادي يعطي الادلة كذلك الصحفي الكبير علي المرابط. انا بقى ما عارفاش هو غادي يدير فيديو بحالي بحالكم غادي نشوفها، مي انا كذلك عندي دليل وادلة عليهم انهم عندهم علاقات مع السفارة تماك، ولا عندهم علاقات مع بعض المسؤولين في الدولة المغربية ديريكتومون، راه ديجا تكلمت على هادشي. يبغي فقط الاشارة بلي هاد الشخص اللي دار هاد الفيديو تقدروا تسميوه كما بغيتوا تسميوه، مجرم، شخص عادي، ارهابي، كما المهم انا كنحس باللي هاد الافعال اللي دارها كيديروها الارهابيين باش يرهبوا الناس، باش كيجي شي واحد كيقول لك غادي نذبحك من العنق حتى العنق كيتسمى ارهاب، هو يقوم بارهابي. دونك سي بور سا عيطت عليه انا ارهابي، وفكرني وحيت فكرني في الفيديوهات اللي كيديروا بعض الجماعات الارهابيه، واللي كيدعي السيد الحموشي انهم يلقي القبض، القى القبض على اكثر من 300 جماعه إرهابية فقط في سنة واحدة، وكيشدهم كيلقى عندهم كارت ميموار ولا دوك الفيديوهات ولا دوك التصاور اللي تشوفوا. هذا الشخص كيقول باللي غادي يذبحني من الوريد الى الوريد بوجه مكشوف، ما سي با دي واش كتسميوه ارهاب، واش كتسميوه مسرحيه الى اخره، المهم انا كنسميه باللي هذا ارهاب، وهذا شخص يريد ان يرهبني ويريد ان يذبح ونريد قطع راسي. دونك انا عندي الحق انني نسميه انه شخص يمارس الارهاب في حقي. دونك هذا الشخص باش تعرفوا باللي هو مسخر وباللي فقط كيقولوا لي اشنو خاصو يقول، كيشد واحد الورقه وكيتكلم عليا انا وشخص اخر اللي غادي يتكلم وتوا غادي يخرج، كاتبين ليه سمياتنا في ورقه باش يخرج يقول. كيضطر اشاك فوا فاش كيكون كيدير داك الفيديو الارهابي ديالو كيطل اشنو سميتنا، وكاتبين ليه ورقه وكيتكلم ادو ما عرفتش شنو هي سميتي وكنيتي، هو مضطر اشاك فوا يمشي يشوف شنو هي الاسم ديالي ولا الاسم ديال الشخص الاخر. جوج الناس بالاسماء ديالهم، هاد جوج الناس عامه دنيا فيلالي. Donc évidemment j'ai porté plainte, اليوم علاش تعطلت على انني ندير فيديو، جي بورتي بلانت ولا قمت بشكاية ضد هذا الشخص المجهول الذي لا اعرفه، والشكاية كانت باللي انه الدوافع ديالو انه كيدافع على بعض الاشخاص الى اخره. الناس ما تيقوش باللي هذا الشخص بوجه مكشوف باغي يذبح من الوريد الى الوريد، وهذاك الاشياء اللي شفتوها في الفيديو باقي تيتكلم الى اخره. دونك درت الشكاية ديالي، غادي تشوفوا واحد شويه ديال الشكاية هنا، ولا كانت شي حاجه من بعد في المستقبل راه غادي نعلمكم هنا، سواء هنا سواء عبر بوست. اليوم اضطريت انني ندير هذا الفيديو باش تعرفوا الحد اللي وصلوا ليه هاد الناس، التهديد بالقتل والذبح وقطع الرؤوس علنا. هادشي اللي مكتوش كتسميوه ارهاب، ما عرفتش شنو كتسميوه، خليو لي الراي ديالكم فيما يخص هذا الفيديو، خليو لي الراي ديالكم فيما يخص الشخص اشنو تتسميوه، خليو لي الراي ديالكم اشنو الدوافع اللي تتخلي هاد الاشخاص كيستعملوا هاد الوسائل كامله فقط من اجل اسكاتي، ولا باغيين فقط نحبس دي فيديو ولا ما بقاش نتكلم ولا نموت، وهادشي لا يحرك في شعراء استسلم ابدا حتى ناخذ حقي وحتى الشعب المغربي ياخذ حقه. وما تنساوش باللي الحدث التاريخي اللي غادي نعلن عليه غادي يهنيكم من احد الطغاة
في هاد بلدنا الحبيب ان شاء الله غادي تعرفوا الحدث وغادي نبارطاجي معكم. راه انا ما تنساوش بارطاجيو هاد لا فيديو على ابعد نطاق باش تشوفوا الارهاب. نتوما ديما كتسمعوا باللي تشدت ارهاب هنا تشد ارهاب هنا وكيغطيو لهم وجههم وما تيبغيوش يبينوهم في الجرائد ولا ما كيبغيوش كيقولوا باللي السيد الحموشي القى على خليه ارهابيه الى اخره وقع عندها كارت ميموار ولقى عندها كاين اللي كيجيبوا كاع البوطات كيحطوهم باش يكونوا في الميزون اللي تيديروها تماك الى اخره. المهم ديما كنسمعوا على هاد الخلايا الارهابيه وما عمرنا شفتو. اليوم عندكم الفرصه انكم تشوفوا واحد الاشخاص اللي ملي كيدير نفس الاشياء اللي كيديروها الجماعات الارهابيه ولكن بوجه مكشوف وكيقول هادشي وكيقول الذبح الى اخره. اليوم عندكم فرصه انكم تشوفوا هاد الشخص. ما تنساوش تخليوا التعاليق ديالكم اسفل الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم. باي باي. يعني معكم المؤبد الكلب والله ينصر سيدنا والله يخلي لنا مليكنا والسي الحموشي قاد بينا. السي الحموشي قاد بينا. اسمع هذيك دنيا فيلالي ودنيا فيلالي وبت الملقطه وبت العاهره اتحداك هبط على زمور وقول لي الكلام. هبط لمدينه زمور وقول لي الكلام. الله يعطيني مع امك تشرشين. الله يعطيني مع امك تشرشين. الا ما ندوز على امك من العنق للعنق خلي الضحك. نسمعك تقولي بحال هذا الكلام قدامي نغيز لامك. الله ينصر سيدنا وملكنا واحد محمد السادس والله ينصر الاسره العلويه كامله. نتوما اللي كتقولوا الملك كيدير كيفعل مالك مريض تسوقك. انا الحاج هادو ني الفيلالي فين ساكنه ها الباك جراوند ديالها شتي فين كاين الضحك. يلا جي قلب عليها راه حدا البوليس. ها البوليس ها دارها. يلا الاخوان ها الدار فين ساكنه دنيا الفيلالي قال لك ديرها زوينه الله خاطشي ما عرفتش فين يجبدوك. يلا فين ساكنه دنيا الفيلالي اللي بغى يجي لي انا غنصيفط لكم اللوكيشن. هادي هي ساريه كتسب في الملك كتسب في النظام كتسب في هذا تخرج فيديوهات على المغرب على الملك. ايوا راه تيقلبوا عليها ساريه ما كتقول لهم انا في هونغ كونغ انا في معشش من قنت هاي جبدنا فين كاين العفريت. وي صباح النور خي زيدان صافا بخير لاباس عليك كلشي مزيان درياني. دابا هذا الطور ديال السفاره هي اللي خصها دير هاد الخدمه هادي والا يهجموا عليها المغاربه تما كاينه ويخرجوها منا وحده بجوج. والا يهجموا عليها المغاربه تما كاينه ويخرجوها منا وحده بجوج. والا يهجموا عليها المغاربه تما كاينه ويخرجوها منا وحده بجوج. تفرجوا فيها كي غايديروا لها تفرجوا فيها كي غايديروا لها تفرجوا فيها كي غايديروا لها واخا تكون بها في المريخ يجيبوها. الحريه وتهضر دلائل شغل هذاك ولكن تفوت تخلي النظام ديالنا مستور. خلي النظام ديالنا مستور. خلي النظام ديالنا مستور. الطبقه مستور خلاوها نوضوا المشاكل بغينا نوليو بحال تونس وليبيا. الباك جراوند الثاني هاد البلان ديال البارطمان ديالها هاد البلان ديال البارطمان ديالها. خلي النظام ديالنا مستور. وهادي الا بغاتني الا بغات ترونها ديال بصح هي اللي قرقبوا عليها من دابا. الا قرقبوا عليها في اقرب وقت يلصقوا لها شي بروسي في المغرب شي مذكرات بحث ولا شي حاجه بحال هكا. يلصقوا لها شي بروسي في المغرب شي مذكرات بحث ولا شي حاجه بحال هكا ويهزوها من هنايا اكبر قالب تهزو هو هذا. لا لا غادي يبقاو تربقوا لها شي مونتيف غادي يبقاو ما مسوقينش لكم هذا الشيء دابا هما ماشي مسوقينش ما يقولش لك لا كتهضر على البلاد كذا ولا هذا Dana Formé, Dunia Filali et son mari auraient été les cibles d'une campagne éprouvée au sein des services secrets marocains, dont on a beaucoup parlé ici, qui consiste à agir à travers des médias de diffamation spécialisés dans des campagnes de dénigrement intense,
des campagnes destinées à saper l'intégrité, le crédit et la réputation des personnes ciblées qui sont ainsi en quelque sorte victimes d'un meurtre symbolique. يعطيني مع امك تشرشين الا ما ندوز على امك من العنق للعنق خلي الضحك نسمعك تقولي بحال هاد الكلام قدامي نغيز لامك. الله ينصر سيدنا وملكنا واحد محمد السادس والله ينصر الاسره العلويه كامله.